بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، عن الصحابة أجمعين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع لا شك موضوع مهم جدا، لا سيما ما يتعلق بالخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. إن الصحابة لهم فضل عظيم بما خصهم الله به من صحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وتعلمهم منه وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وثناء الله عليهم وثناء الرسول عليهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. والصحابة جمع صحابي، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو تعريف الصحابي. الصحابة يشتركون في فضل الصحبة التي لا يساويهم فيها أحد من الأمة، ولكنهم يتفاضلون فيما بينهم، وأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة مبشرين بالجنة، ثم هم يتفاضلون فيما بعد ذلك، والله فضل بعضهم على بعض بما فعلوا وبما قدموا للإسلام والمسلمين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم خصوصا بقوله صلى الله عليه وسلم:
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، خلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، أفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. على هذا أجمع المسلمون بهذا الترتيب في الفضيلة، وإن كان حصل خلاف في علي وعثمان أيهما أفضل، ولكن الراجح أن عثمان أفضل رضي الله عنهما جميعا لأمور كثيرة. وأما في الخلافة فلا شك أنهم على هذا الترتيب: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فمن طعن، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، أمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله، لأن المسلمين أجمعوا على ترتيبهم في الخلافة. ألا أحد يشك في هذا الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة وأجمع عليه من بعدهم من هذه الأمة. وعثمان رضي الله عنه هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف القرشي الأموي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم قديما فهو من السابقين الأولين، سابقين إلى الإسلام، فهو أسلم قديما وهاجر الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة لما ضايقهم المشركون في مكة، أذن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة فرارا بدينه عند النجاشي ملك الحبشة، وكان رجلا لا يظلم أحد عنده كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهاجروا بزوجاتهم وأهليهم إلى الحبشة فرارا بدينهم، ثم هاجر رضي الله عنه مع المهاجرين الهجرة الثانية إلى المدينة النبوية. تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، كلتاهما توفيتا معه، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لي ابنة ثالثة لزوجتك إياها. ولهذا يسمى ذا النورين، ذا النورين لأنه تزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن فضائله رضي الله عنه أنه جهز جيش العسرة في غزوة تبوك لما احتاج المسلمون إلى من يجهزهم للغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فإنه رضي الله عنه جهز 300 بعير بما يلزمها، جهز 300 بعير بما يلزمها من عتاد غير ذلك من ماله الخاص، وأتى 1000 دينار من الذهب فوضعها في يد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ولما قتل عمر رضي الله عنه قتله المجوسي أبو لؤلؤ المجوسي غدرا وهو يصلي بالمسلمين صلاة الفجر، عند ذلك لما أحس بالوفاة رضي الله عنه وقيل له: أوصي يا أمير المؤمنين، عهد إلى 6 من العشرة، بقية العشرة المبشرين بالجنة، عهد إليهم أن يختاروا خليفة من بعده للمسلمين، وهم عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. فتشاور هؤلاء 6 فيما بينهم في من يتولى منهم الخلافة، تشاوروا فيما بينهم، فوقع اختيارهم على عثمان رضي الله عنه لأنه أفضلهم، فبايعوه بالخلافة، وتتابع المسلمون بعدهم على مبايعته رضي الله عنه، فكانت خلافته بإجماع من أصحاب الشورى 6 وبمبايعة بقية الأمة له، يعني أهل الحل والعقد بايعوه رضي الله عنه، فتمت بيعته، صار خليفة المسلمين 3، وسار على سيرة من سبقه من الصحابة. ومن فضائله رضي الله عنه أنه جمع المسلمين على مصحف واحد يسمى بالمصحف العثماني، وذلك أن الصحابة تفرقوا في الأمصار وكل واحد منهم معه مصحف كتبه خاصا به، وكانوا مختلفين في القراءات، كل يقرأ بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينهم اختلاف في القراءات. وعند ذلك أدرك حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أدرك هذا الاختلاف في قراءة القرآن بين الصحابة وهذا الاختلاف في المصاحف التي معهم، فخشي على الأمة أن تختلف في القرآن، فجاء إلى عثمان رضي الله عنه فقال له: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود والنصارى. فجمعهم عثمان رضي الله عنه على مصحف واحد يوافق العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي هي على لغة قريش التي نزل القرآن بها. فأمر زيد بن ثابت وجماعة معه من الثقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فكتبوا المصحف العثماني على الرسم المعهود الآن، وأمر ببقية المصاحف فحرقت، وبقي هذا المصحف الذي هو مصحف المسلمين إلى اليوم وإلى ما يشاء الله عز وجل. فجمع الأمة على مصحف واحد خشية التفرق بينهم. فهذا من فضائله رضي الله تعالى عنه ومن مشاريعه العظيمة. هذا بعض مناقب عثمان رضي الله عنه، وسار بالمسلمين السيرة الحسنة، وتوسعت المملكة الإسلامية في عهده، تشرت الفتوحات وفاضت الأموال، فغاض ذلك اليهود، غاض اليهود انتشار الإسلام، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون. فدسوا على المسلمين واحدا منهم يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام خدعة، تظاهر بالإسلام وجاء إلى المدينة، فجعل يشكك المسلمين في أمر عثمان ويلتمس له المعايب. فلما انتبه له هرب عن المدينة إلى بلاد أخرى، وصار ينشر رأيه الفاسد ويشكك في خلافة عثمان وفي تصرفاته ويثير المسلمين عليه. فاجتمع عليه أهل الفتنة من صغار السن ومن الجهال ومن الحاقدين، اجتمعوا عليه، ثم جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه يريدون التفاوض معه في الظاهر، يريدون التفاوض معه في الظاهر في الأمور التي انتقدوها عليه. أحاصروا بيته على أنهم يريدون التفاوض معه، هذا ظاهرهم، وهم يضمرون غير هذا، يضمرون قتل عثمان رضي الله عنه. فلما صار في الليل إحدى الليالي تسوروا عليه بيته فقتلوه رضي الله عنه شهيدا، قتلوه شهيدا. وصبر رضي الله عنه على الفتنة ولقي ربه راضيا مرضيا شهيدا في سبيل الله، اختار الله له ما عنده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتله، أخبر عن هذه الفتنة، وبشره حين بشره بالجنة فقال له على بلوى تصيبك، أخبره أنه سيبتلى، فوقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، فقتل شهيدا رضي الله عنه مغدورا به. والمسلمون في الحج، يعني اختاروا هذا الوقت وقت ذهاب المسلمين للحج ليغدروا بأمير المؤمنين، فنفذ قضاء الله وقدره واختار الله له الشهادة في سبيله. بقي المسلمون بلا خليفة، وكانوا يريدون من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتولى بعد عثمان، ولكن عليا تهرب منهم وأبى أن يقبل، فألحوا عليه مع بعض كبار الصحابة لما رأوا أن الخليفة قتل، فتداركوا الأمر وأشاروا على علي رضي الله عنه بالالتزام بهذا الأمر
إنقاذا للمسلمين من هذه الفتنة، فقبل رضي الله عنه البيعة، بايعوه بعد عثمان رضي الله عنه، فصار هو الخليفة الراشد الأخير من الخلفاء الراشدين. ولكن بقيت أمامه مشكلتان: المشكلة الأولى الذين يطالبون بدم عثمان ويطلبون القصاص من القتلة، وقال لهم رضي الله عنه إن هؤلاء لهم قبائل ولهم يتبعهم ناس، ولا يقدر على أنه يعني يقدمهم للقصاص، لأن وراءهم من وراءهم من القبائل ومن الأتباع. فحصل ما حصل بينه وبين أهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يطالبون بدم عثمان، يطالبون بدم عثمان، يطالبون بالقصاص. فحصلت وقعة صفين بين علي وأهل الشام بقيادة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لا يريدون الطعن في خلافة علي، ولكن يريدون القصاص من الظلمة الذين قتلوا أمير المؤمنين رضي الله عنه. هكذا الأمر. فدارت المعركة بينهم، بين أهل الشام وبين جيش علي رضي الله عنه، وصارت الغلبة لعلي رضي الله عنه. عند ذلك أهل الشام رفعوا المصاحف على الرماح وطلبوا التحكيم، طلبوا التحكيم بينهم وبين علي. علي رضي الله عنه أدرك أن هذه خدعة، ألم يقبل، ولكن في جيشه من انخدع بهذه الخدعة، فألزموا علي رضي الله عنه بقبول التحكيم. فحصل التحكيم، عند ذلك ظهرت الخوارج. هذه المشكلة الثانية، ظهرت الخوارج الذين يكفرون عليا ويقولون إنه حكم الرجال، والله جل وعلا يقول إن الحكم إلا لله وأنت حكمت الرجال. فكفروا علي رضي الله عنه، خرجوا عليه وشقوا عصا الطاعة، سموا بالخوارج، وكانوا عددا كثيرا تجمعوا وتألبوا في مكان يقال له حرورة، سموهم بالحرورية لأنهم اجتمعوا في مكان يسمى حرورة، تجمعوا على قتال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وكانوا من أشد الناس عبادة وتلاوة للقرآن وصياما، ولكنهم جهال بأمور الدين، لم يأخذوا العلم عن العلماء، إنما أخذوه من أنفسهم ومن بعضهم مع بعض، حملهم التشدد والجهل على الخروج على أمير المؤمنين وشق عصا الطاعة. فانتدب لهم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حبر الأمة، فناظرهم وأجاب عن شبهاتهم، رجع منهم عدد كثير، وأصر البقية الكثيرة على القتال وعلى ما هم عليه. عند ذلك قاتلهم علي رضي الله عنه في وقعة النهروان، فنصره الله عليهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مقتل الخوارج
وعن الذي يقتلهم وأن له الجنة. فعلي رضي الله عنه لما انتهت المعركة وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن فيهم رجلا صفته كذا وكذا له ثدي كثدي المرأة، فأرسل علي رضي الله عنه من يتفحص القتلى، فوجدوا هذا الرجل الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، فتحققت بذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب أنه هو الذي يقتل هذه الفئة الضالة الباغية الخوارج. فهذه من فضائله رضي الله عنه، وهو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، تربى عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان فقيرا فضمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ورباه رضي الله عنه، تربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه من فضائله أيضا. وهو أول من أسلم من الصبيان، أول من أسلم من الصبيان علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الأحرار من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من النساء خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن علي رضي الله عنه هو أول من أسلم من الصبيان، تربى في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بابنته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنجبت له الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله عن الجميع. ومن فضائله أنه رابع الخلفاء الراشدين، ومن فضائله أنه من الشجعان المجاهدين في سبيل الله، شهد المعارك كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم خلفه عند أهله في المدينة، وإلا فقد شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فاتكا شجاعا فارسا قويا له مواقف في المعارك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة. وهو أيضا الذي قتل بالمبارزة، بارز المشركين مع حمزة ومع أبي عبيدة في بدر، بارزوا جماعة من فرسان المشركين نصرهم الله عليه. وهو الذي في غزوة خيبر لما طال الحصار على المسلمين، شق عليهم الحصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. بشارات عظيمة. تطلع الصحابة رضي الله عنهم، كل يريد هذه البشارة، أيهم يحصل عليها؟ فأصبحوا يعني أمسوا ليلتهم يدوكون أيهم يعطى الراية غدا ليحصل على هذه الفضائل العظيمة. قال عمر رضي الله عنه: ما تطلعت للإمارة إلا في هذه الليلة، يريد بذلك أن يحصل على هذه البشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الأوصاف.
العظيم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مبكرين كلهم يرجو أن يعطى الراية، فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ قالوا: يا رسول الله، إنه يشتكي عينيه، أصابه الرمد، فدعا به وجيء به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فبصق في عينيه من ريقه الطاهر الطيب الكريم، فبرئت عيناه كأن لم يكن به وجع، وهذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمضى علي رضي الله عنه بالمسلمين يحمل الراية، وحاصر حصن قريش، حصن اليهود في خيبر، وفتح الله على يديه، وانتصر المسلمون على اليهود، وسقطت خيبر بيد المسلمين. وكان ذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا من أعظم فضائله وبشارة النبي صلى الله عليه وسلم له. أما نهايته رضي الله عنه فهو أن الخوارج الذين قتل آباءهم وإخوانهم في النهروان أرادوا الثأر منه، فتآمروا على قتل الثلاثة: علي ومعاوية وعمر بن العاص، أن يقتلوهم في صلاة الفجر، وندبوا لكل واحد منهم واحدا من الخوارج. فأما علي رضي الله عنه فنفذ فيه قضاء الله وقدر، قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، قتله وهو ينادي للصلاة ويوقظ النيام لصلاة الفجر، تخبأ له وضربه على رأسه رضي الله عنه، فعند ذلك أصيب رضي الله عنه بجراحة عظيمة، وعلى إثرها توفي شهيدا رضي الله عنه بيد الخوارج. هم كانوا معه في الأول ثم خرجوا عليه ثم قتلوه. وأما الذي ذهب إلى معاوية فإنه طعنه في موضع غير مقتل ونجا منه معاوية وأبرأه الله من الجراحة. وأما عمرو بن العاص رضي الله عنه فلم يصادف أنه حضر في هذه الليلة، وكان خلف خارجة يصلي للمسلمين، صلى بهم فقتله الخارجي في صلاة الفجر، قتل خارجه وهو يصلي بالمسلمين. هذه قصة نهاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واستشهاده في سبيل الله عز وجل، راضيا مرضيا وفيا لدينه ولأمته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهاتان الخليفتان عثمان وعلي كل منهما قتل، هذا بيد الشيعة على يد هذا بيد الشيعة على يد هؤلاء الجماعة، هؤلاء الخوارج الذين حاصروا بيته قتلوه، يعني بأمر من الشيعي عبد الله بن سبأ الذي جاء وهو يهودي، تظاهر بالإسلام وهو يهودي، التشيع دسيسة يهودية،
ودسيسة مجوسية أيضا، لأن الشيعة ينقسمون إلى قسمين، إلى شيعة من قبل اليهود وشيعة من قبل المجوس، كلهم يريدون الحقد على الإسلام والمسلمين والقضاء على الإسلام، ولكن يأبى الله إلا يتم نوره. فالله ناصر دينه إلى أن تقوم الساعة مهما حاول هؤلاء، والإسلام ينتشر ويزيد ويدخل الناس فيه أفواجا رغم محاولة اليهود والنصارى والمجوس وسائر الكفرة، الإسلام ولله الحمد يأخذ طريقه إلى القلوب، يأخذ طريقه إلى القلوب، ولا يزال يدخل فيه الأعداد الكبيرة الذين يسلمون لا طمعا في مال ولا طمعا في رياسة، وإنما يسلمون اختيارا، لأن الإسلام يأخذ قلوبهم فيرغبون فيه عن رغبة وعن طواعي ومحبة لله ولرسوله. فالحمد لله هذا الدين بخير، ولو كاد له المشركون. هؤلاء الخلفاء الثلاثة كلهم قتلوا، عمر بن الخطاب على يد المجوس، وعثمان على يد الخوارج، وعلي أيضا على يد الخوارج، كلهم وإن قتلوا هؤلاء فإن الإسلام لم ينقتل، الإسلام باقي ولله الحمد. وهذا شيء أراده الله لهؤلاء بكرامة الشهادة ولحقوا بربهم، والحمد لله على منه وفضله. وهم لم ينقطع ذكرهم والدعاء لهم والترضي عنهم إلى يوم القيامة، لأنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الذين أوصى بسنتهم والاقتداء بهم، فذكرهم باقي والدعاء لهم باقي والترضي عنهم باقي إلى أن تقوم الساعة كلما ذكروا، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يخذل أعداءه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.